أيها الأعزاء، أيتها الأخوات، أيها الأخوة، منذ أكثر من 4 سنوات ونصف واليمن تعاني أكثر من حرب، الأمر الذي فاقم من الوضع الإنساني وأدى لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدخل البلاد في حلقة جهنمية مرعبة في ضوء صمت وتجاهل دوليين مريبين. فإلى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات حقيقية على وجود إرادة دولية لوقف الحرب ومعالجة أسبابها. كانت هذه الحرب منذ بدايتها مشروع القوى المعادية للدولة اليمنية، بداية من انقلاب ميليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة ونصفها الثاني المكمل لها متمثلا بالاستهداف السعودي الإماراتي لليمن أرضا وإنسانا، والذي بدأ في 26 مارس 2016 فيما سمي حينها بعاصفة الحزم. 4 سنوات ونصف من الحرب تم هدم مؤسسات الدولة والاستثمار في الميليشيات وتجويع المواطنين والتعامل معهم بالوحشية حينا وعدم الاكتراث أحيانا أخرى. آلاف الصواريخ والقصف استهدف المدنيين من قبل طيران التحالف السعودي الإماراتي الذي اتخذ من عنوان دعم الشرعية غطاء لتدمير اليمن ودعم الميليشيات ومحاولة تقسيم اليمن وتطبيق سياسة فرق تسد والسيطرة على الموانئ والسواحل والجزر اليمنية والمنشآت النفطية والغازية، وفرض الوصاية على الرئيس اليمني المعترف به دوليا ووضعه تحت ما يشبه الإقامة الجبرية في الرياض. كل هذا من أجل العمل على تقويض الشرعية وفرض العزلة عليها وإيصالها إلى أضعف حالاتها. 4 سنوات ونصف من انقلاب ميليشيا الحوثي التي حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى سجن كبير وانتهجت سياسة قمع تجاه مخالفيها بل واتجاه المختلفين عنها، زرعت الألغام وفرضت الإتاوات المالية الباهظة على التجار الصغار والكبار وحتى المواطنين العاديين. 4 سنوات ونصف من تضييق سلطات الأمر الواقع سواء الحوثيين أو الميليشيات التابعة للإمارات والسعودية على عمل منظمات وناشطي المجتمع المدني وعلى السياسيين وعلى الصحفيين وشيطنتهم والقيام بطردهم من البلاد أو سجنهم وتعذيبهم وقتلهم. أيها الأعزاء، هذه الحرب العبثية على اليمن يجب أن تتوقف، ليس فقط من أجل اليمن ومن أجل الأمن الإنساني فيها بل ومن أجل السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي. اليمن تتركز على موقع جيوسياسي بالغ الأهمية وتطل على أحد أهم المنافذ البحرية في العالم وهو مضيق باب المندب. وفي خضم الحديث عن المتوسط في هذا المؤتمر، أود أن أؤكد أن في استقرار وسلام اليمن استقرار وسلام دول المتوسط جميعها بل والعالم بأسره. فعبر مضيق باب المندب تمر جميع التجارة التي تصدرها هذه الدول والتي تستوردها كذلك. لا استقرار للتجارة العالمية دون استقرار اليمن على المستوى الاستراتيجي، هذا فضلاً عن أوجه لا حصر لها من المنافع والمخاطر المشتركة على الاستقرار العالمي وخاصة في قضايا مهمة عالمية كقضايا اللاجئين وقضايا مكافحة الإرهاب وقضايا مكافحة القرصنة.
لكن حين نتحدث عن السلام، عن أي سلام نتحدث؟ ما هو السلام المنشود الذي نبحث عنه؟ السلام الذي نتحدث عنه والذي يبحث عنه اليمنيون هو سلام مستدام، وليس سلاماً زائفاً. سلاماً زائفاً يلبي حاجات ومطالب ومصالح دول إقليمية وخارجية وميليشيات انقلابية دون أن ينبني على مصلحة اليمن وعلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الحرب والأسباب التي أدت لهذه الحرب. إن مثل هذا السلام، هذا سلام خادع، هذا سلام زائف، يؤدي إلى تهدئة مؤقتة، لكنه بالطبع يؤدي إلى إطالة عمر الحرب ولا ينهيها. هنا من المهم على الجميع معرفة أن السعودية تستمر في إدارة الفوضى وسياسة فرق تسد، ولهذا ترفض السلام الحقيقي وتسعى إلى سلام زائف عبر صفقات منفردة مع أطراف الصراع الداخلي، مع استمرارها في الإمساك بورقة الشرعية واحتجازها في الرياض. هي لا تسمح للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً من يعني في العودة إلى الأراضي اليمنية التي لا تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. ومع تسرب أخبار المحادثات السرية بين السعودية والحوثيين وذهابهم في مباحثات البحث عن صفقات تعفيهم من استحقاقات السلام، تجد الأغلبية من اليمنيين نفسها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتقديم مساندة حقيقية تخرج اليمن من هذه الثنائية القائلة. هذه الثنائية اللي إما حرب عبثية تديرها التحالف السعودي والإماراتي من جهة، وتدعمها إيران من جهة بدعمها لميليشيات الحوثي والعمل على نشر الفوضى في اليمن وزراعة الميليشيات وتقسيم الأراضي اليمنية، أو العمل على فرض سلام زائف يحاول فيه التحالف السعودي الإماراتي ومعه ميليشياتهم الانقلابية أن يتحكموا بمخرجات القضية اليمنية. وأنا هنا أحذر المجتمع الدولي من سعي المملكة العربية السعودية ومعها الإمارات في يعني سعيهم إلى عزل القضية اليمنية والتحكم بها والانفراد بها. يعملون على عزل القضية اليمنية عن المجتمع الدولي وتصفية الشرعية اليمنية عبر اتفاقات مجزأة. تستخدم هذه الاتفاقات التي تسمعونها بين الحين والآخر للكذب على المجتمع الدولي لإخلاء مسؤولية الرياض وأبو ظبي من إدارة الحرب في اليمن، وفي نفس الوقت يعيدوا تموضعهم عبر الميليشيات التي يدعمونها في الجنوب، ويفرضوا سلطات أمر واقع لا تدين بالولاء للجمهورية اليمنية ولا للشرعية، بل تدين الولاء للسعودية والإمارات. إن مثل هكذا سلام سيكون أداة لإضفاء المشروعية على هذه الميليشيات، ميليشيا الحوثي من جهة وميليشيا الإمارات والسعودية من جهة أخرى، وأيضا سيعمل على فرض الوصاية والاحتلال السعودي الإماراتي لأجزاء واسعة ومهمة في اليمن تضم سواحله وجزره وموانئه البحرية ومناطق ثرواته النفطية والغازية. إننا نرى أن توجهاً صادقاً لإنهاء الحرب وإحلال السلام مرهون بتوجهات جادة من الدول الكبرى والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها ضمن المجتمع الدولي لإحلال سلام حقيقي مستدام في اليمن. السلام الحقيقي المستدام في اليمن يعني لنا نحن اليمنيون هو إنهاء الاحتلال والوصاية السعودية الإماراتية على أرضنا اليمنية. السلام بالنسبة لنا نحن اليمنيون يعني إيقاف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، يعني منع إيران من تصدير الأسلحة للحوثيين ومنعها من كافة أشكال الدعم لميليشيا الحوثي. السلام بالنسبة لنا نحن اليمنيين يعني نزع أسلحة جميع الميليشيات بحيث تكون الدولة هي فقط
صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح. السلام بالنسبة لنا نحن اليمنيين يعني عودة الدولة اليمنية إلى أولاً إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ومن ثم فتح حوار مع جميع اليمنيين، مع جميع اليمنيين من أجل استعادة التوافق والاتفاق على استكمال عملية الانتقال السياسي بما يكفل حماية الجمهورية اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها تنظيم عملية الاستفتاء على مسودة الدستور وتنظيم الانتخابات المختلفة. أخيراً أيها الأعزاء، أود أؤكد أن الحرب الحاصلة الآن في اليمن هي جزء من استراتيجية الثورة المضادة. قوى الثورة المضادة كعقاب للشعب اليمني على ثورته السلمية ضد الدكتاتور علي عبد الله صالح. كان مركز الثورة المضادة في الرياض وأبو ظبي يعمل جاهداً على إفشال الربيع اليمني، كما يعمل جاهداً على إفشال الربيع العربي بشكل عام. أراد هذا المحور إعادة اليمن إلى نقطة الصفر وتوجيهها بحيث لا تشكل نموذجاً مغايراً للجوار الخليجي الذي أصابه الهلع من انتفاضات الشعوب وتوجهها نحو الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ومن جهة أخرى من أجل التمكن من اليمن واحتلاله وفرض الوصاية عليه. لكن هنا أود أن أؤكد أن شعبنا اليمني لديه إرادة لن تلين. لشعبنا اليمني إرادة لن تلين وإصرار على تجاوز آثار كل هذه المؤامرة، مؤامرة دول الثورة المضادة ومؤامرة سكوت المجتمع الدولي على الثورة المضادة وقواها. سنتجاوز هذه الحرب المدمرة بدعم من المجتمع الدولي أو بدون دعم منه. نعم، نحن نحتاج لدعم العالم الحر ووقوفه معنا ووقوفه مع مبادئه وقيمه، لكن إذا لم يحصل ذلك بالتالي لن نستسلم لا لأمراء الحرب في الداخل ولا في الإقليم ولا في العالم، وحتما سوف ننتصر. السلام عليكم.